يا عم ايه ده بقى يا عم انت اهو يا عم يا ابني وبداية فيديو جديد. طب يا جدعان عايزكم تركزوا معايا لحظة بلحظة في الفيديو بتاع النهاردة لان الفيديو ده مهم. المفروض يا جدعان ان في كذا واحد رن عليا وقالوا لي اخوك العجوز غير مكانه، المفروض ان هم بعتوا لي اللوكيشن وبيقولوا ان المكان ده بيحصل فيه، يعني المكان ده كان بتاع جيش وكده وكان في ناس بتتقتل هناك، والمفروض ان احنا هنروح باذن الله نحاول نرجعه وربنا يستر لان موديه في مكان خطر يا جدعان. المفروض ان احنا هنروح باذن الله هنحاول نرجعه، المفروض ان انا دلوقتي بقى اتحرك على مكان اللوكيشن. المفروض ان احنا وصلنا قدام اللوكيشن اللي الشخص بعت لي اللوكيشن عليه. المفروض يا جدعان ان اللوكيشن هيبنى في اماكن غريبه، المفروض ان دي صحراء، المفروض ان ده كان معسكر، كان معسكر بتاع جيش، يعني كان في ناس شهداء اتقتلت هنا وكان بيحصل حوارات هنا. المفروض يا جدعان برضه كل اللي جاي واللي رايح، المفروض ان الطريق كل اللي رايح واللي جاي عمال يبص علينا، فالمفروض ان احنا هنروح باذن الله نحاول نرجع. يا عم بقى اظبط كده. بص يا جدعان هو عمال يهزر ومفكر، عمالين نقول له عايزين نرجعه وهو برضه عمال يهزر. يا عم يلا بقى يا عم. عايز اعمل يا ابني هضربك يا جدعان. انا عمال اقول له ما يهزرش، هو برضه احنا عايزين نرجعه مش جايين نتخانق. المفروض ان احنا هنروح وباذن الله نحاول نرجع. جبل بتعدي ايه؟ باين كده باين. بصوا دي زيها، بصوا بتعدي ايه؟ يا لو وقع هيموت. يا ابني انزل يا ابني. يا ابني هتموت يا ابني. يا ابني بص هيموت. موتها يا جدعان وربنا تعب. انا مش عارف اعمل ايه. خد تعالى بص بيضرب انا مش عارف اعمل ايه. الواحد تعب يا جدعان. تعالى يا ابني هيموتك يا ابني. انا عارف اعمل ايه.
تشعروا خليك جنبي يا عم عشان امسكوا هضربك والبص خش عليك خش عليك كده فوق يا ابني يا ابني بص على اللي عندي عافر ازاي حاسب بس عشان بتاع ده ما يعوروش حاسب حاسب يا ابني بتاع ده هيعوره بص يا جدعان ربنا تعبت الوضع الوضع ما عليك يا ابني الواد هيموت يا ابني يا ابني الواد هيموت الواد اغمى عليك الواد اغمى عليك شعراوي يا ابني الواد هيموت يا ابني الواد اغمى عليه يا ابني تعال تعال شعراوي يا ابني الواد اغمى عليه يا ابني الواد ده اخوك تعال شعراوي يا جدعان اللي تمت ده مدروخ برضه بصوا بصوا لو عملت خد هيقع يا ابني يا ابني قوم يا ابني شعراوي ايه ده مش عارف اعمل ايه شعراوي شعراوي يا شعراوي تعال قوم امسكه حاول تمسكه تعال تعال نزله من على الجبل تعال قوم اسنده ما تضربوش يا ابني يا جدعان اللي جنبي ايه ده والحمد لله استنى اقرا عليه اقرا عليه القران بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قوم يا ابني طب اقول لك ايه طب قول لي كده ارفع معايا ارفع معايا ارفع يلا انا ايه يا ابني انا فين يا عم يلا عشان ترجع يلا يا ابني تعالى يا ابني روح معانا يا ابني ايه اللي جابني هنا يا عم ايه يا عم اللي جابني هنا يا عم وايه ده انت مش عارف اللي جابك هنا انت فايق ولا لا الاول في يا عم وانت احنا بنعمل ايه هنا طب انت عارف انا مين عارفني ايوه يا عم عارف ده بجد ده يا ابني ايه ده يا عم مش بهزر دلوقتي اللي جابني هنا يا عم يعني انت جوه انت بتصور فيديو يا عم بتصور انت يعني انت مش عارف انت جيت هنا ليه تعالى بس كده تعالى بس روح معانا يا عم تعالى يا عم روح بس نتكلم يا عم لا نقعد نقعد يلا روح يلا يا عم يلا يلا
هو يا عم اللي جابني هنا يا عم؟ تعرف في البيت. قطعت لي يا عم يا عم يا عم الشبشب يا عم. يلا يا عبد الله يا عم كده دين ام عليه صغت على ايه اللي حصل في دراعي يا ابني؟ ثانيه واحده. اللي جابني هنا اللي جابني هنا يا جدعان؟ الخربوش ده مني. الخربوش ده مني. انت بص عملت فيها ايه؟ مش مني. قول من مين يا عم؟ يا عم امال من مين؟ ايه يا عم ايه ده بقى يا عم؟ انت اهو يا عم يا جدعان انا مش عارف اللي جابني. انا مش فايق واقسم بالله مش عارف اللي بيحصل. مش عارف في ايه. تعال يا ابني تعال. انت بتخربشني انا؟ يا عم مالسيبه بقى. انت بتخربشني؟ مالسيبه بقى خلينا نمشي بقى. انت بتخربشني؟ يلا يا عم. بص يا عم العن يا عم. اقعد يا عم. تمام اقعد. تمام اقعد. اقعد يلا 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 عم انا امشي. انا مش عارف ايه اللي جابني هنا. يلا يلا. طب يا ابني ايه اللي جابني هنا؟ محدش يرد عليا يا عم. يلا بقى يا عم. انت بتعافي على الكل. ايه ربنا مديك جدا. تقول انا كده حتى شعراو حتى شعراو هتقول ده ايه؟ ده خل. تعال لو راجل نقص. لو راجل اقف اقفل الفيديو ده لحد كده يا جدعان. اقفل الفيديو. طب يا جدعان المفروض الحمد لله احنا رجعناه زي ما انتم شايفين. الحمد لله يا جدعان. مش عارف ايه اللي حصل. عايزين بس نحاول ننتقم من العجوز. يا ابني هو انت اللي جابك هنا؟ الناس الناس. انت مش عارف اللي جابك هنا؟ الناس يا عم اهدى بقى. يعني يا عم الناس. مش فاكر يا جدعان. انا كويس الحمد لله. انا كويس دلوقتي الحمد لله. يا جدعان احنا اتبهدلنا. فاكره اخر مره اتبهدلنا واتعورت في دراعي. اللي فاكره اخر حاجه ان انا كنت معاكم بنصور واحنا بنضرب العجوز. مش فاكر عمل اللي جابك هنا ازاي؟ مش فاكر اي حاجه من الحاجات دي؟ مش فاكر والله. طب يا جدعان الحمد لله احنا بس ان هو رجل. وحياه ربنا وحياه اللي خلق الكون النهارده لهنموت العجوز. احنا مسؤولين ان احنا بالليل هنروح للعجوز باذن الله نحاول ننتقم منه بقى ونشوف له حل باذن الله. وباذن الله الفيديو اللي هننهي عليه العجوز بالليل. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.